احنا دلوقتي في السينما وابداع السينما، وافضل ممثل شاب، موهبة مختلفة واداء من نوع جديد، السهل الممتنع يدخل قلبك بسرعة الصاروخ. افضل ممثل شاب سينما، احمد مالك. عندك حق، خد. انا قرفان مني زي ما انت قرفان مني، زي ما انا قرفان منك. ولاد السبكي هنا، وبعدين غادة. افضل فيلم كوميدي، وليد منصور، فيلم البدلة. النقيب وليد جمال. انا افتكرت ان هو هيز يور كازن. كازن الساهر. هو ما تحكيش، مع انها تضحك جدا. المحترفين ما بيقابلوش طبنجات. تحية لفيلم البدلة، وليد منصور، أفضل فيلم كوميدي. الأول أنا عايز أشكر دير جيست الأستاذ ماجد حسني، بجد يا ريت كلنا نشجع ونقول ماجد ثانك يو، ماجد حسني أوي أوي، ودير جيست وكل القائمين. أنا سعيد السنة دي إن أنا باخد جايزة عن فيلم البدلة، إن الفيلم ده إحنا كتير تعبنا فيه. أحب أشكرهم لأن أنا جاي نيابة عن الجميع، أستاذ أيمن بهجت، أستاذ مندو العدل، النجم الكبير تامر حسني، النجم الكبير أكرم حسني، النجمة أمينة خليل، أستاذة دلال عبد العزيز، ماجد المصري، وكل اللي شاركوا معانا عشان ناخد الجايزة، فبقول لهم شكرا، شكرا تاني، ثانك يو، شكرا. خمستاشر سنة من النجاح، خمستاشر سنة من القمة، خمستاشر سنة الجمهور بيحب دير جيست، خمستاشر سنة النجوم بتقدر جايزة دير جيست. بدأوا شباب بيحب البلد، شباب بيحب الفن، شباب بيحب يجتهد ويعمل حاجة حلوة. اجتهدوا سنة ورا سنة، كنت معاهم بشوفهم بيكبروا، سعيدة بيهم، سعيدة بالنماذج المصرية الجميلة، سعيدة بحبهم لعملهم واجتهادهم فيه. لازم الناس دي نقدرها ونقف جنبها ونشوف قد ايه النهاردة بعد 15